الجبال يهد الجبال هدا. القرآن العظيم القرآن العظيم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا وإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ولما جاء موسى لميقاتنا كلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك تتجلى عظمة الله الذي لا تؤمن به الذي لا تخضع له الذي لا تدعين له هنا ستتجلى لك عظمة الكبير
عظمة العظيم، عظمة القوي. اسمع وتدبر. ما عندي بسمة. فرض عليك أن تسمع. لا. اسمع وخذ العبرة. استشعر عظمة الكتاب العظيم. افهم الآية. ما فهمت. قل ما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ستخفف الضرر وقوة خليني توبة رجوع خضوع إنابة توبة قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين آمين أسلم أبدي توبي ما يخليونيش الله عز وجل يفتح لك الأبواب.